وشوش في ضلالة وغش والصدق عاد ولا بيهش ولا بينش جبل ذنوب على الوش كفيهم بيتاني هم ونعدل الموازين نوصل كلامنا بالصلاة عالزين نوصل كلامنا بالصلاة عالزين وأعوذ بالله بينا مكتوبة بسمينا دي انفرج بينا مكتوبة بسمينا داين تدان يا ابن آدم والكل رد أوان حتما حتنول جزاءك بكير الحين سيان داين تدان يا ابن آدم والكل رد كلامنا بالصلاة عالزين نوصل كلامنا بالصلاة عالزين وأعوذ بالله من اللي أبو الشين ينفس يا ضعفانا لو كنت سعفانا ينفس يا ضعفانا لو كنت سعفانا والله ما كنا مدينة ده كل يوم بحساب ده حبايبنا بقعدينا آخر مطفنا تراب والله ما كنا مدينة ده كل يوم بحساب آخر مطف مطران ولا جايب همها كلتنا ماشيين نختم كلامنا بالصلاة عالزين نختم كلامنا بالصلاة عالزين ازيك يا جبار اتوحشتك قوي 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 اتوحشتي لمناقرتك يا مليه انا اللي اتوحشتك ادخلي ايه اللي جابك دي الورق نصيبي الاسود اماني ستة زهر فين انا هو يا انشراح خير يا حبيبتي في حاجه في حاجه في بلاوي يا ازهار اللي حصل لا يتكتب ولا ينجر يا ازهار بقول لك ايه يا شربات روح اعمل لك كوبايه شاي حار تعالي تعالي قولي اللي حصل حاضر وقعت قلبي في رجلي اوقعتي احكي لك اهو يا اختي قولي يا حبيبتي قولي مش صلاح طلع ما بيخلفش نعم يا اختي اي والله طلع ما بيخلفش
ضحك عليا وقال لي ان انا ما بخلفش، وفي الاخر طلع هو اللي ما بيخلفش. اوه فزورة دي ولا ايه؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ام شراح؟ انا ما بقولش، هو اللي بيقول. ودلوقتي المصيبة بقت مصيبتين. مصيبتين؟ مصيبتين يعني ايه؟ المصيبة الاولانية ان صلاح ضربني عالقة ما كلهاش حمار في مطلع وقال لي يا فاجرة. المصيبة الثانية كيف اظهر قدام الناس ببطني قدامي قد كده. بقول لك ايه، المشكلة الاولى عيب يطلع الكلام الماسخ والعفش من خشمه ده ليكي. الحاجة الثانية انك حامل مش مشكلة، وقعد معايا نين لغاية لما تخلفي وساعتها حلها الف حلال. لكن انت مشكلتك الكبيرة عاد مع صلاح، هي دي اللي ملهاش حل. ايوه صح، ايوه صح، مشكلتي دي ملهاش حل. بس الهي يستر الدنيا واخرة. انت بنت اصول تصدقي بالله، لا لا الله معايا دي واستقبالك ليا دي الله العظيم ما هنساهولك العمر كله. يخص عليك يا شراح يا حبيبتي، ده احنا اخوات وفي بينا عيش ومالح وعشره كمان. وحشتيني يا ازهار، وحشتيني قوي، وحشتيني يا اجمل واحده في الدنيا. وانت كمان وحشتيني فواز، وعاد هنرجعوا نلعب العيال الصغيرين واللي قد الدنيا كلها. لا مش هقولها لك عشان ما ريحكش. لسه مش عايز تقولي مالك؟ مفيش يا دنيا. مفيش ازاي بقى، انت بقالك اكتر من ساعتين ما قلتليش ولا كلمة. هو انا زعلتك ولا ايه؟ انت احلى حاجة في دنيتي. امال مالك، لو جواك اي حاجة قولها لي واعتبر انها هتبقى سر بيني وبينك. انور يا ستي. ماله انور؟ مش موافق على علاقتنا. وهو ده اللي مزعلك؟ وهي دي حاجه ما تزعلش؟ لا طبعا، لان ببساطه انور ده ما يعرفش عمق العلاقه اللي بيني وبينك، ولا يعرف حجم مشاعري ناحيتك، ولا حجم مشاعري اللي انا شايلها لك في دنيا الحب يا حبيبي. انسى بقى الموضوع ده وانا هتصرف فيه بطريقتي. هتتصرفي فيه كيف؟ انت ما عندكش ثقه فيا ولا ايه؟ لا ابعد حد طبعا. يبقى خلاص ما تسالنيش بقى. طب افهم. هقابله وهقنعه ان الحب اللي بحبه لك يخلي اي انسان في الدنيا ينحني قدامه ويقدم له الف تحيه واحترام. تحب نخرج النهارده؟ لا انا هروح. تصبحي على خير. احمد. نعم. هتفكر فيا قبل ما تنام يا احمد؟ طبعا هفكر فيكي قبل ما انام وانا نايم وقبل ما اصحى كمان. بحبك. اوعى تقول لانور ان انا هقابله. اوكي سلام. باي باي يا حياتي. ان شاء الله تكون نمت كويس يا شراح. الا نمت كويس، ده انا نمت وشخرت. الاوضه عجبتك؟ اللي عجبتني ده الاوضه شرحه وحلوه وزي الفل تعجب الباشا. الله يخليك يا حبيبتي. لازم تعرف يا شراح ان انت هناك امان، مش ممكن يخطر على بال صلاح ان انت موجوده عندي. بعدين انت في حمايتي في رقابتي يا حبيبتي. بس انا اللي خايفه منه ان امك تفتح خشمها وتقول انت فين. لا امي مش هتفتح خشمها. واصل. متاكده؟ متاكده. طب اقول لك ايه، يوم ولا اتنين ان شاء الله هيجينا خبر عن احسن دكتوره في البلد عشان نروح لها اهو نعرف راسنا من رجلينا. ربنا يخليك لي يا أزهار وما يحرمني منك أبدا يا حبيبتي. يا روحي يا عقلي. ملهاش حل يا أزهار. يعني إيه ملهاش حل؟ يعني متعقدة. أنت أزرك ده إنك ما قلتلوش إن إحنا بطلنا الشغلانة دي. وداني فرصة. الظاهر إنه حاسس إن في حاجة عشان كده طالب إنه يقابلك. نجوم السماء أقرب له، مش هجاب له فواز. الطريقة دي مش هتنفع مع الناس دول يا أزهار. لازم ناخدهم واحدة واحدة.
ما قبلك ده خدتهم واحدة واحدة، وانا هفضل العمر كله اخدهم واحدة واحدة ولا ايه؟ طيب ما تقابليه المرة دي كمان، جايز تقدري توصلي معاه الحل. مش هقابله يعني مش هقابله يا فواز. عشان خاطري، عشان خاطري، مش عاوزين نعمل لنفسينا مشاكل. حاضر، عشان خاطرك بس هقابله. عايز ميتة اي وقت في اليومين الجايين دول؟ حاضر يا فواز. تصبح على خير يا فواز. وانت من اهل الخير. خلي بالك من نفسك. وانت كمان خلي بالك من نفسك. اول ما تصحي كلميني على طول. حاضر. عينيا التنين. تسلم عينيك التنين. تصبح على خير. من اهل الخير. عمار. أنور؟ إيه اللي موقفك هنا؟ الراجل ده حكايته إيه بالظبط؟ طالما الحاج حسنين توفى يبقى خلاص، يسيبنا في حل. راجل مين؟ قصدك فواز؟ ما ينفعش يبعد عنا. ليه يعني؟ لأن في بيني وبينه شغل. حتى لو بيننا وبينه شغل، ده مش معناه إنك تطلعي معاه كل شوية، ده غير السفريات. حتى انت كمان عرفت تفتحي خشمك وتطلعي الكلام ده مني؟ ايه؟ تحججوا معايا ولا ايه؟ ده مش تحجيج ياما، لكن من حقنا نفهم. من واجبنا ان احنا ننبه عليك لو شفنا ان انت بتعملي حاجه غلط. اخلص يا واد. ايه الكلام المازخ والعفش اللي تطلعه من خشمك ده؟ انت ناسي انك بتكلم امك؟ ولا ما كنتش فاكر ان امك ممكن تعمل حاجه غلط؟ قطع لساني ياما. انا ما اقصدش. انا بس بتكلم معاك في الموضوع ده لاني خايف عليك. خايف على ليه؟ صغير ولا صغيره؟ السلام عليكم. عليكم السلام. سلام ورحمه الله وبركاته. ايه واقفينك ده ليه؟ كويس انك جيت عشان تحضر الكلام ده. لا معلش، اصل عندي صداع، انا طالع رايح شويه. يا نور يا ولدي، لما الحاج حسنين مات كان سايب شغل كتير ومصالح مفتحة كان لسه في أولها، عشان كده ما قدرش أسيب فواز. طب ممكن نعرف إيه نوعية الشغل اللي بينك وبينه؟ حاضر يا شهد هانم. والله عالبة عندك لسان وتعرف تتكلمي تسأليني تحاسبي أمك. حاضر يا شهد. عايز تعرفي بشتغل إيه؟ أنا وفواز بناخدوا أراضي بنعملوا فيها أجار يا سياحية. فيها سؤال تاني ليك ولا ليه؟ لا يا ماما مفيش. احنا بس مش عايزينك تزعلي، وزي ما قلت لك احنا بنتكلم معاكي عشان خايفين عليك. خافوا على حالكم الأول. خايفين عليا؟ يلا استاذ أمطر. مدام داليا بره يا فندم. اهلا وسهلا، خليها تفضل. حاضر. يا اهلا وسهلا. صباح الخير. صباح النور، تفضلي. استاذ انور، ممكن حضرتك تتنازل وتقولي ايه هو الحب في نظرك؟ الحب في نظري؟ ماشي، مع اننا في الشغل
مش في برنامج لحل المشاكل العاطفية إلا إني هجاوبك يا ست داليا. الحب في نظري هو التكافؤ والتفاهم، وعشان أوفر عليك الطريق ده مش متوفر ما بينك وما بين أحمد أخويا، وعشان ننهي الكلام بسرعة لأني مشغول وعندي شغل كتير، يعني هقول لك ليه مش متوفر. إحنا صعايدة يا داليا هاني، أحمد أخويا صعيدي، تجاليدنا وعاداتنا تمنعنا ان احنا نتجوز عدم المؤاخذة يعني واحدة متحررة زيك. ما تزعليش مني، كنت اتجوزتي بدري كان زمان عندك عيال في سن احمد. رغم انك تجاوزت حدودك قوي وقلت كلام كتير ملوش معنى، الا اني هقول لك زي ما بيقولوا جملتين ابرك من 10: ابعد عن طريقي انا واحمد والا هتندم يا انور. ماشي يا ستي، رسالتك وصلت، ولانك في مكتبي انا هكون كريم معاكي للاخر. شرفتي وانستي يا داليا هاني، اهلا وسهلا، اتفضل. لو فكرت تتدخل يا انور جرب وهتشوف ايه اللي هيحصل. متهيألي كنت قاسي شوية مع فواز. بالعكس، أنا كنت معاه في منتهى الحنية، لأن أنا عملت معاه ده رسالة غير مباشرة للأزهار، وأنا متأكد إنها هتفهمها كويس، هي بس بتتدلع شوية. يمكن ليها طلبات؟ أزهار جريئة، لو ليها طلبات كانت قالتها لي بنفسها. ما تقلقوش، سيبوا أزهار عليا. مالك يا ابو حميد، في حاجه؟ لا ابدا مفيش. سرحان يعني، شكلك متضايق. لا شايفك مشغول فقلت ما اتكلمش معاك عشان ما اعطلكش. الفاكس وصل يا استاذ أمر. تمام، عملت منه النسخه؟ ايوه موجوده عندي. انا اتاخرت، اقدر امشي ولا حضرتك محتاجني في حاجه؟ لا اتكل على الله، انت مع السلامه. طيب بعدين. انت لسه قدامك كتير؟ لا يا سيدي انا خلصت خلاص، يلا بينا. على فين؟ مش بتقول عاوز تروح؟ لا مش عايز اروح، انا مخنوق. بقول لك متضايق تقول لي لا. فين؟ انا جعان، ما تيجي اعزمك على العشاء وبالمره نغير جو. الحكايه يا ابو حميد. حكايه؟ حكايتين. الحكايه مش حكايه جعان وعاوز تاكل، الحكايه انك عاوز تتكلم معايا، صح ولا لا؟ صح. عندك مانع؟ لا يا سيدي ما عنديش مانع، اتفضل قول. انت بتعمل ايه؟ قعدت عشان نتكلم. بقول لك مخنوق، ده غير النشعان. يلا ناكل لقمة في أي حتة ونغير جو بعيد عن الخنقة دي. الشركة بقيت خنقة؟ أنت إيه؟ ما بتزهقش؟ أنت هنيه من الصبح، يلا ما تبقاش غير سمار. خلاص يا سيدي يلا بينا، تعالى يلا. بتدافع عن حبها يا أخي. طريقتها معايا خلتنا صمم إنك لازم تنهي كل حاجة بينك وبينها. اسمع يا أنور، أنت مش أخويا وبس، أنت أخويا وصاحبي كمان، ليه عايز تعمل بيني وبينك مشاكل؟ انا عشان اخوك وصاحبك مش عاوزك تضيع مع البنت دي. انت ليه مش عايز تصدق ان داليا دي كويسه وبتحبني بجد كمان؟ خلاص يا احمد، روح قول لامك واخوالك انك عاوز تتجوزها وشوف هيتصرفوا معاك كيف. ما تخوفنيش، يعني مش صغير. يعني هتخرج عن طوع اهلك عشان البنت الفلتانه دي؟ ما تغلطش فيها واحترم نفسك. قول لي انا كده يا احمد، بين اخوك الكبير احترم نفسك؟ انت قليل الادب. اسمع يا انور، انا هتجوز داليا يعني هتجوز داليا، ولو الدنيا كلها وقفت قصادي، فاهم ولا لا؟ وانت بالذات ابعد عن سكة احسن لك. يعني ايه؟ هتضربني ولا ايه؟ هعمل اللي اعمله عاد. طب اقعد اقعد، لسه ما خلصناش كلام، ما اقعد. قلت لك ابعد عن سكتي. اديني جيت اهو يا شهد. نعم طلباتك. طب خد نفسك الاول. اسمعي بقى، انا مش فاضي اللعب العيال ده، لولا انك انت اتحايلت عليا ما كنتش جيت. انت ليه بتعاملني بالجسوة دي؟ لانك انت زي بنتي بالظبط. انا مش بنتك. وانا ما اقدرش اكون غير زي ابوك. انت ليه مصمم تتكلم معايا في حكاية الابوة والبنوة دي؟ لان هي دي الحقيقة. انا بالنسبة لك
مش اكتر من صوره لابوكي اللي انت ما شفتهوش. بس انا مش شايفاكي كده. حتى نظرتك دي مش هتغير الحقيقه. الحقيقه بالنسبه لي حاجه تانية. انت عاوزه ايه بالظبط؟ عاوزاك تفهمني. بس انا ما اقدرش افهم اللي انت عاوزاه. يعني انت عارف اللي انا عاوزاه ومش موافق عليه. طب اديني فرصه وسيب نفسك وانا خليك توافق. ايوه. لا لا قاعد مع واحد صاحبي. لا مش مشغول قوي. طيب اما اخلص انا هكلمكم. مع السلامه. الف سلامه. مين دي؟ اولا انت مالك؟ ثانيا مش عارفك انها واحده ست. شكل المكالمه. شوف يا شهد، كل اللي انت بتفكري فيه ده يا بنتي مش في المحل. يوم والتاني ما هتفوقي منه. اسمع انت يا فواز. فواز؟ طب قول يا عم فواز يا بابا فواز. ما ينفعش. ما ينفعش ليه بقى؟ لان مفيش واحده تقول اللي بتحبه يا بابا او يا عمو. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايوه يا فواز انا بحبك. بحبك. افهم يا اخي بقى. ايه اللي بيحصل؟ يا عمر الباشا يا فندم. ايه المقابله العفشه دي؟ ده احنا جايبينها هديه للباشا. اها شيل يدك. ايه حصلت لحد كده؟ عاش من شافك يا ازهار. امشي انت اهو. امرك يا باشا. اهلا وسهلا. اتفضلوا. باب ايه يا شبيه؟ انا جايه لك بقلب صافي وجايبه لك حاجات حلوه عاملاها لك بيد تستاهل خشمك تخلي رجالتك يقابلونا المقابله العفشه دي. عشان اتغيرت يا ازهار، بقيت تفكري في حاجات تضرك. انا افكر في اللي انا عاوزاه. غلط غلط. سيبنا فواز لوحدنا. ما اقدرش اسيبها يا باشا. قوم انت يا فواز اطمن. شوف يا ازهار، انا هقولها لك كلمه واحده. لما تحبي تفكري تفكري على كيفنا احنا مش على كيفك انت. انت عاوز ايه؟ تشوفي شغلك. بقول لك يا باشا انا خلاص اعتزلت. اعتزلت في الكوره يا شاطر. ما تزعليش مني. لا ربنا ما يجيبش زعل يا باشا. بس انا بقول لك بطلت الشغلانه دي. ما ينفعش يا ازهار ما ينفعش. طب خلاص انا هرجع لك كل الفلوس اللي كسبتها من وراك. طب والفلوس اللي كسبها حسنين؟ لا دي عاد بقى تروح تاخدوها من حسنين. انا مش فاضي للكلام بتاعك ده وهتنفذ اللي بقول لك عليه. وانا بقول لك لا مش هنفذ. شني من دماغك انساني فاهم ولا لا؟ اقول لك اعتبرني موت زي حسنين. ليه؟ ليه ده كله ليه؟ لان مش هشتغل الشغلانه دي. خلاص بطلت. هتشتغلي يا ازهار ومش بكيفك. لا بكيفي ومش هشتغل وانا حر. واحنا كمان احرار يا ازهار. اعمل اللي انت عاوزه وعلى ما بخيلك اركبه. ازهار. نعمان يا شبيه. بكره هتيجي لحد هنا هتقولي انا في عرضك يا باشا، وعلشان انا قلبي طيب هسامحك يا ازهار. كانك بتحلم يا شبيه. ايه يا جدع انت اهو؟ في ايه؟ عمل حاسه وجه دلوقتي. فينه؟ انور شرر ايه يا انور؟ فين انت؟ بعد في حاجه لازم نسالوها. انور اهو يا ماما. انور ولد يا حبيبي. نور هاني قول لي يا حبيبي اللي عمل فيك ده؟ رد عليا ولدي. طمنا يا دكتور. طمنا. كسف رجلي اليمين وشاف حدود وجروح. الحمد لله سليم. الحمد لله الحمد لله. كسف رجله ويقول لي الحمد لله. الحمد لله اموت واعرف مين اللي عمل فيه كده. بلاش عرفني المرار الطفح اللي انا فيه ده.
اللي عمل فيه ده؟ معرفش يا اخوي، اعصابهم كلهم بايظه، مش عارف افهم منهم اي حاجه، لا من احمد ولا من ازهار ولا حتى من شهد. استر يا رب، زمان بيت موت اروحها بالبوكا، ما تيجي نسافر يا حاج. اقعد انت يا حاج، انا حاخد رشاد وراشد ونسافر. ايوه ابوي، بس احنا ما ينفعش نسيب ازهار لوحدها في ظروف زي دي. الحمد لله على سلامتك يا انور. تشكر ابو حميد. ما انت كويس اهو يا انور، امال شغلتنا عليك ليه يا ولدي؟ انا ما شغلتش حد، اتصلوا بيكم هم اللي شغلوكم. كويس انك اتصلت بجدتك بنفسك، كان قلبها وكل عليك قوي. وانت انور ما عرفتش مين اللي عمل فيك كده؟ لا يا خال، انا اعرفه، كنت قطعت خبره من الدنيا كلها. وانت ما تعاركتش يا احمد انت وانور مع حد قبل كده؟ لا ابدا يا جدي، الحمد لله ان عدت على جدك ده عشان مره تانية ما تعاركوش مع حد. ايوه بلاش ترجعوا البيت متاخر. بقول لك ايه يا مانور. نعمين يا انشراح يا حبيبتي، انا متكدره ومحروجه منك قوي. متكدره ومحروجه من ايه يا حبيبتي؟ اللي حصل لك ده؟ جايتي جت في ظروف مش كويسه يعني. عاد مالك انشرح يا حبيبتي، الحاجات دي بتاعت ربنا، الحمد لله ان جت على قدك ده. تسلمي لي يا حبيبتي، وما يحرمنيش منك ابدا يا بنت الاصول. ولا منك انشرح. بقول لك ايه يا حبيبتي، وبتفكر ان انا نسيت موضوع الدكتور، بس زي ما انت بتقولي كده قلتيها بعضمة لسانك ان انا الظروف مش هي يعني، شويه كده والدنيا تروق وان شاء الله اروح للدكتور. لا ما تعمليش حسابي ولا كاني موجوده. شوفي حالك انت، وان شاء الله ان شاء الله ربنا حيطمنك على ولدك انور. يا رب يا حبيبتي ربنا يطمني عليهم ويكفيهم شر مخبي اولادي. انا حذرتها يا فواز. ايه يا باشا، بس الضربات كانت شديده قوي. ضربات؟ ضربات ايه يا فواز؟ انا كنت بهزر معاها، انت عارف انا لما اضرب بضرب ازاي. بدل ما كنت تجيني هنا كنت روح لها وفهمها يعني ايه القانون، ولا نسيت القانون يا فواز؟ معلش يا باشا، عشان خاطري استثني ازهار. انا مقدر حبك ليها، علشان كده انا هفوت الكلمه دي، هعتبر نفسي ما سمعتهاش. يا باشا خلاص المقابله انتهت يا فواز. بس يا باشا المقابله انتهت. امرك يا باشا. فواز. نعم يا باشا. ما تدهش تاني. اللي هي ايه يا باشا؟ انك تيجي من غير ميعاد. مع السلامة. الله يسلمك يا باشا. يا نور افندي، جايبالك معايا هدية. تعيشي ياما. مش تعرف الاول ايه هي الهدية؟ مش يمكن ما تعجبكش. وانتي برضك ياما تجيبي له حاجة ما تعجبهوش. قولي لها شهد. اذا ربان عليك الامان. سلامتك يا نور. رحب. هي دي الهدية يا امه؟ دي احلى هدية في الدنيا. الف سلامة عليك يا امه، ان شاء الله انا وانت. لا مالك يا حبيبتي، هتقلبيها غم ولا عاد؟ انا عارفة يا امه، فرج المرار الطافح، الحب واللي بيحبوه. انا كويس رحاب، ما تقلقيش علي. ده انا كنت هموت لما عرفت اللي حصل. اوعي تقولي كده، بعد الشر عليك. اتفضل يا حاجة. فين جوزك؟ ابوك بيفرج على الفيلا. الحمد لله على السلامة حبيبي. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة حبيبي. تفضل يا حاجة تفضل. يزي تفضلك. تعال يا حبيبتي تعال. تعال. تفضل يا حبيبتي تعال. تفضلي. نورت مصر كلها. تشربوا ايه عاد؟ ايوه يا سهر. لا المقابلة ما كانتش كويسة أوي. لا 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 ولا يهمك. أما أنور يروق وأهلك يمشوا نبقى نتكلم. طيب يا حبيبتي. لا 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 ما تقلقيش خالص. يلا مع السلامة. وهو عامل إيه دلوقتي؟ كويس؟ الحمد لله. ما عرفتوش مين اللي عمل كده؟ لا. خليكوا أعداء ولا إيه؟ إحنا لسه ساكنين هنا جديد وما لحقناش نربي عداوة. أمال تفتكر مين اللي عمل كده؟ أمي بتقول جايز اللي حصل ده حصل غلط وإني مش هو المقصود. تفتكر؟ كل شيء جايز، بس أنت عارفة. عارفة إيه؟ عارفة أخوالي؟
اخواني لو عرفوا هو مين مش هيعتقوه. اصلك ما تعرفيش عيلتي. انا عيلتي وعرة قوي. باين عليك ابن اصل وابن عز قوي يا حماده. تشكري. معلش ممكن فنجان قهوه كمان؟ بس كده يا حبيبي من عينيا. في ايه يا جماعه؟ مالكم مستعجلين ليه عاد؟ ما تقعدوا معانا شويه. معلش ابويا عنده شغل وبعدين احنا قعدنا كتير عشان انور يستريح. يا ستي انا راحتي في وجودكم. ها عقلها لكم خاشمه. اقعدوا معانا يومين كمان. يا ريت نقدر. وما تقدروش ليه؟ مرحب قالت اللي فيها. ما ينفعش عندنا شغل. ما ينفعش يتقدم. يا راجل اقعدوا معانا يومين. اقلوه ناخدكم في سكتنا واحنا مروحين. ها ابويا عنده حق. جاي معاه عربيتين. ايه لازمتها شحطات المواصلات؟ ما قالت لك اللي فيه؟ عموما يا حاج انستو شرفت وديكو عرفتوا البيت عاد. ما تقطعوش الزيارة علينا. اتفضلوا بالسلام. الله يسلمك. مع ألف سلامة. حصلت البركة. يبارك فيك يا رب. طريق السلام. السلام عليكم. سلام يا حاج. الله وبركاته. نورتوا يا رجالة. ربنا ما يحرمنا منكم. تشكر يا شربات. أنا جاهزة يا مان. أنا جيت أهو. دقيقة واحدة وجيالك. هاي يا أبوي عايز حاجة قبل ما نطلعوا؟ أو سلامتك يا بنتي. قوم وصلهم يا راشد. ما تستنى يا أبوي الماتش جامد قوي. ماتش إيه يا واد؟ عيب. قوم. حاضر يا أبوي. استنى يا زهار. جاي معاك بس اروح اجيب العبايه. يلا يا اخوك غاو الكوره. كل الرجاله بتحب الكوره. يلا يا اختي. انا خايفه يا ماما. ما تخافيش يا حبيبتي. ها خير يا دكتور. حامل في كام؟ هو مين اللي قالك انك حامل يا ست انشراح؟ انا عرفت لوحدي. ايوه عرفتي منين يعني؟ لقيت نفسي غلمة علي ولقيت نفسي برجع ولقيت نفسي في الحمص. اه حمص. هو في حاجة يا دكتورة؟ ولقيت بطني عمالة كتير تشيب قدام مني. تشيب؟ قصدها بطنها كبرت قدامها. والكلام ده بقى بدأ من امتى؟ من بعد موت سيف يجي بشهر. مش عرفان شراح ان سيف مات ميتة. يعني كل شهر شهرين يا دكتورة. وسيف ده بقى يبقالك ايه بالظبط؟ سيف. سيف كيف ولدي؟ حتى من قلبي. الصيف ده اخوها بس عزيز على قلبها قوي. تعتبره زي ولده. في معزه الابن. علشان كده بقى. عشان كده ايه يا دكتوره؟ بصي يا ست انشراح حالتك دي عندنا في الطب بنسميها اكتوبك بريجنسي. يعني حمل كاذب. ها حمل كاذب؟ يعني انا جاي اضحك عليكي؟ يعني انا كدابه؟ لا عمري ما اكذب ابدا. عمري ما اكذب ابدا. ما قصدهاش كده يا انشراح. قصدها الحمل هو اللي كذاب. رشاد انت جيت يا حبيبي. حسن حسن مش هتعرف تفلت المرة دي. انت عرفت تاني؟ يعني ما يتلعبش بيك. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ انا جاي اعرفك ان انت اللي قتلت سيف مش انا. انا اللي قتلته؟ وانتي اللي حرقتي قلب امه عليه. وانتي اللي كان لازم تدخل السجن مش انا. وانت اللي لازم تتشوي في نار جهنم مع قتالين القتلة. لا لا انا قتال القتلة. وانا امي انا الضحية. انا المجني عليه. المجني عليه. لكن دلوك دلوك حبك الجاني. حبك الجاني بحقي وحقيق. Yeah.
ما انت قلت لي الكلام ده وقلت لك ما ينفعش. وحفضل اقولهولك تاني وتالت وعاشر لحد ما تعقل الكلام وترجع البلد. يا ابوي ما ينفعش، حتى لو انا قدرت ارجع البلد ولاد ما يقدروش. ما انت عارف قاعدين في الشغل بتاعهم الشركه الكبيره دي، هيهملوا شغلهم ويرجعوا معايا. وبعدين بنت اللي راحت الجامعه، ما ينفعش كمان انا اسافر واهمل ولادي هنا. لا ده العيال عاد بالذات لازم يعاودوا قبل منك. ايوه يا زهار، وبعدين انت شفت اللي حصل، مش كل مره تسلم الجره بنت ابوي. ايه هذا اللي حصل؟ اللي حصل ده صدفه. صدفه؟ كيف يعني؟ يا ولد ابوي يعني ايه كيف؟ اكيد واحد عايز يتخانق مع واحد وقد في انور، يعني مش قصده. بعدين احنا هنا في مصر بلد الامن والامان، ما تخافوش علينا عاد. يعني برضك حتنشى في راسك ومش عايزه تاجي معانا البلد؟ ما قلت لك يا ابوي ما ينفعش. طيب نتكل احنا على الله وشوف انشراح دي حتاجي معانا ولا لا. حاضر يا ابوي. مالكم مستعجلين ليه؟ طب اقعدوا اتغدوا بعدين سافروا. ابوي عشان خاطر ما تزعلش مني، انا لا عشت ولا كنت يوم ما زعلك. خلاص خلاص يا زهر خلاص. يعني مش زعلان مني؟ خلاص، بس فكري في الكلام اللي قلته لك. ربنا يخليك يا ابوي ويخلي امي وبارك لي فيكم وقعد لي الدعاء بتاعكم يا قادر يا كريم. اتهمتني بشرفي وانا الربايه الزينه، ظلمتني وغدرت بيا وانا عمري ما غدرت بيك ولا ظلمتك. شكيت فيا وانا لما قلت لي ان عيب الخلفه مني ما شكيتش فيك ولا كذبتك. عرفت دلوقتي ان انا مش فاجرة. وانا اللي قلت انك حامل، ما انت اللي قلتي. وعموما حقك علي، ما تزعليش. متكدرة منك يا صلاح وقلبي مكسور. قلبي بيتقطع علشانك. خلاص زلفت لسان. خلاص يا صلاح ما زعلناش منك، انا مسامحك. ده انت جوزي وسندي وداري وعزي، اعمل لك لقمه تاكلها. لا انا مش عايز لقمه. تعالي 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 نطلع فوق اوضتنا تاني. وفيها ايه؟ لا كفاياني اللي حصل في الاوضه. لا 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 ما لازمنيش ابدا ان الف حوالين نفسي. لا مش هتلف حوالين نفسك، انا خلاص عرفت انا عاوز ايه. عاوز ايه يا صلاح؟ عاوز اعيش معاك في امان، مش عايز اتمرمط ومرمطك معاي. افتح يا انشراح، انا العمده. العمده صلاح، حط النقاب حط النقاب. افتح يا انشراح. صلاح قلت لك افتحي. افتح يا انشراح، الغبر محاضر بيت الصلاح عندك مش هيعرف يهرب. هتسلم نفسك يا صلاح وتسيبني؟ اتفضل يا عمده. ازيك يا صلاح؟ انا لما الغفر قالولي ان في واحده منجبه هنا قلت اجي اسلم. تحت امرك يا عمده. ايه وانت هتفضل كده من المطريه ده صلاح ولا ناوي تعمل ايه؟ ما هو قال لك يا عمده انا تحت امرك. خلي بالك من نفسك يا صلاح، هستناك هستناك يا صلاح. مفيش اسرع من الايام، بحاجه ازورك في السجن. خلي بالك من نفسك.